تحية خالصة لكم جميعا أينما كنتم متتبعي قناة يوم سعيد. مرحبا بكم من جديد في قصة جديدة. هل سبق لكم أن سمعتم عن أبي القاسم الطنبوري؟ هذا الرجل الذي أصبحت حكايته مع حذائه نادرة تتردد بين الناس، فما قصته يا ترى؟ لنتابع. حكي أنه كان ببغداد شخص يعرف بأبي القاسم الطنبوري، صاحب نوادر وحكايات، وله مداس له مدة سنين، والمداس هو الحذاء. كلما انقطع منه موضع جعل عليه رقعة إلى أن صار في غاية الثقل، وصار يضرب به المثل فيقال أثقل من مداس أبي القاسم الطنبوري. واتفق أنه دخل سوق الزجاج فقال له سمسار: يا أبا القاسم، قد وصل تاجر من حلب ومعه زجاج مذهب قد كسد، فابتعه منه وأنا أبيعه لك بعد مدة بمكسب المثل مثلين، فابتاعه بستين دينارا. ثم دخل سوق العطارين فقال سمسار آخر: يا أبا القاسم، قد ورد تاجر آخر من مدينة نصيبين بماء ورد في غاية الحسن والرخص، ابتعه منه وأنا أبيعه لك بفائدة كثيرة، فابتاعه بستين دينارا أخرى. ثم جعله في الزجاج المذهب ووضعه على رف في صدر البيت، ثم دخل الحمام فقال له بعض أصدقائه: يا أبا القاسم، أشتهي أن تغير مداسك فإنه في غاية الوحاشة وأنت ذو مال. فقال: السمع والطاعة. ولما خرج من الحمام ولبس ثيابه وجد إلى جانب مداسه مداسا جديدا، فلبسه ومضى إلى بيته. وكان القاضي دخل الحمام يغتسل ففقد مداسه، فقال: الذي لبس مداسي ما ترك عوضه شيئا. فوجدوا مداس أبي القاسم لأنه معروف، فكبسوا بيته فوجدوا مداس القاضي عنده، فأخذ منه وضرب أبو القاسم وحبس وغرم جملة مال حتى خرج من الحبس. فأخذ المداس وألقاه في دجلة فغاص في الماء، فرمى بعض الصيادين شبكته فطلع فيها المداس فقال: هذا مداس أبي القاسم، والظاهر أنه سقط منه. فحمله إلى بيت أبي القاسم فلم يجده، فرماه من الطاق إلى بيته فسقط على الرف الذي عليه الزجاج، فتبدد ماء الورد وانكسر الزجاج. فلما رأى أبو القاسم ذلك لطم على وجهه وصاح: وافقراه، أفقرني هذا المداس. ثم قام يحفر له في الليل حفرة، فسمع الجيران حس الحفرة فظنوا أنه نقب، فشكوه إلى الوالي فأرسل إليه من اعتقله وقال له: تنقبون على الناس حائطهم، سجنوه. ففعلوا، فلم يخرج من السجن إلى أن غرم جملة مال. فأخذ المداس ورماه في مستراح الخان، والخان هو الفندق، فسد قصبة المستراح وفاض، فكشف الصناع ذلك حتى وقفوا على موضع السد فوجدوه مداس أبي القاسم، فحملوه إلى الوالي وحكوا له ما وقع، فقال: غرموه المصروف جملة. فقال: ما بقيت أفارق هذا المداس. وغسله وجعله على السطح حتى يجف، فرآه كلب ظنه رمة، والرمة هي العظم البالي، فحمله وعبر به إلى سطح آخر فسقط على امرأة حامل فارتجفت وأسقطت ولدا ذكرا، فنظروا ما السبب فإذا مداس أبي القاسم. فرفع إلى الحاكم فقال: يجب عليه غرمه.
فابتاع لهم غلاما وخرج وقد افتقر ولم يبق معه شيء، فأخذ المداس وجاء به إلى القاضي وحكى له جميع ما اتفق له فيه وقال: أشتهي أن يكتب مولانا القاضي بيني وبين هذا المداس مبارأة بأنه ليس مني ولست منه وأنا بريء منه، ومهما فعله يؤاخذ به ويلزمه فقد أفقرني. فضحك القاضي ووصله بشيء ومضى. كانت هذه هي قصة أبي القاسم الطنبوري مع حذائه. هل سبق لكم أحبتي أن سمعتم بهذه القصة؟ أنتظروا أجوبتكم في التعليق. دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى مع قصة جديدة. وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.